كل يجمع على إنها بلد ساحرة ما تقدر تتجاوزها بسهولة. تجاربها مختلفة، الحياة فيها مختلفة، أكلها، شعبها، ناسها، الثقافة، العادات، التقاليد. أنت تعبك الحرارة، الازدحامات، الأصوات العالية، فوضى، انعدام النظر، ازدحام سكاني، تعداد بشري، اقتصاد هائل. الطيبة اللي موجودة في الهند، كل مرة بزور الهند بطلع بتجربة جديدة، خبرة جديدة. في الهند مجددا هي أصلاً هاي الأشياء لما تحصل معك هي متعة الرحلة. يعني إذا الأمور ماشية، سلامات، سهالات، كل شيء تمام، ما في أي متعة بالموضوع بتوقع. يعني الطريقة اللي وصلت فيها الهند عجيب شوي، كركبة هي، ما فيش شيء، يعني ما فيش شيء مزعج، مجرد كركبة. الطريق كان مفروض يكون 24 إلى 28 ساعة، لكن أنا رجعت خلال 12 ساعة، لأنه ما بين كاثماندو والحدود النيبالية كان 12 ساعة. خوف الباص كانت تكلفة 40 دولار، لكن الفرق بالوقت، الطيارة ساعة و40 دقيقة، وبالباص بيحكوا لك 24 بس هني 30 ساعة، وأحيانا 5 أيام أو 4 أيام. ليش؟ لأنه ممكن يحصل انهيارات على الطريق، وهذا بيحصل. أول ما أطلع بيومين كان في انهيار على في أحد الوديان، كان في انهيار لجبل، فبتوقف السير لبين ما يفتحوا الجرافات، يفتحوا الطريق مرة ثانية. سريع ممكن تفيدك، يعني احرص انه دائما يكون بترين شتابكي زي هيك، مش جن شتابكي. بس اذا كان موجود جن شتابكي كويس، بس احسن شيء هو الشتابكي. هي حديد، يعني العربة نفسها مريحة من حيث المرونة. خلال 6 ساعات وصلت محطة قطار دهرادون. الرحلة من دلهي إلى هون في هذا القطار. كونه في طلب كثير على القصة هاي، راح أعمل إن شاء الله سلسلة إرشادات عامة أو معلومات عامة لإجراءات السفر للهند وتفاصيل السفر للهند. بعرف إنه في ناس بيعرف المعلومة هاي، بعرف إنه في ناس مش بحاجة تستخدم المعلومة هاي، لكن أنا بفترض إنه في شخص يا أخي لا بيحكي عربي ولا إنجليزي ولا هندي ولا أي شيء بالدنيا، بده يسافر. هذول التطبيقين كافيات يوصلنك ويجيبنك بأي مكان بدك إياه بالعالم. يعني أي مكان تروحه لا تتوهق كثير، لا تعتقد إنه راح أضيع فيك المضيع، عادي. أروح على مناطق الناس بيحكوش فيها لغة البلاد نفس، يعني ناس من دولة وبيحكوش لغة الدولة اللي هم فيها. كثير من الناس يفكر إنه والله إذا سافرت المكان الفلاني بدي حدا يترجم لي، بدي حدا يحكي لي لغات. كيف طلعت اللوحة هذه؟ شو مكتوب فيها؟ كل التلفونات في هذا التطبيق. التطبيق هو جوجل ترانسليت. تفتح الكاميرا داخل التطبيق. هسه أيوه، هاي مش معروف شو مكتوب صح؟ توجه عليه الكاميرا. ها؟ سوي من التليفون. أها. يترجم لك الدنيا شو صاير فيها، سواء الإنجليزي اللي تحت أو الهندي اللي فوق. حط لي هيك تليفون، ترجم الدنيا كلها. شغلة بسيطة جدا، يعني ممكن تكون مفيدة كثير للمسافر، كثير كثير مفيدة للمسافر. فاستخدموها بالتلفونات شو ما كانت اللغة الأمامك. معظم اللغات أتوقع حاليا تطبق عليها الحكي هذا. في أماكن ممكن الناس ما يكونوا يحكوا فيها إنجليزي، ناهيك عن العربي، فأنت لا تسأل حدا ولا حدا يسألك. تفتح تليفونك على جوجل ترانزيت، بتنزل اللغة، بتعملها داونلود. تمام، هاي هون هذا جوجل ترانزيت، تفتحه، تفتح الكاميرا، تصير تصور أي شيء تختار، يعني حتى من الإنجليزي للعربي، من عربي للإنجليزي، ألماني للهندي. أتوقع في خاصية كمان تقدر تخليه يحكي الكلمة، يعني دقيقة بالله شوف. بس يعني إذا بتقرأ عربي بكفي خلص، إنه والله أنا ترجمت العبارة هاي شو معناها. يعني هاي هون في عبارة ثانية توب بالهندي، خط يدوي هذا، إن شاء الله يترجمه. أها، هذا إنه مكتب مفتش المصالح السيد مدام موهان. هذا اللي جنبه هون، ها، نفس الطريقة، مش عارف شو مكتوب. الفكرة واجهت صعوبة فهم المكان اللي أنت فيه، شو قاعد بصير حواليك. هذا التطبيق مفيد جدا، ما حداش دفع لي دعاية اللي عمله، وغالبا ما حدا حكى لك عنه سابقا لأنه بدفعوش دعاية على الحكي هذا. يعني جوجل مش بحال حدا تدفع دعايات. المنطقة اللي أنا فيها دهرادون، تمام؟ هاي دهرادون، هاي المنطقة اللي أنا فيها. هيك شكل جوجل مابس تبعك الحقيقي، لكن أنت بتيجي تكتب هون أوتيلز، تبحث عن الأوتيلات، بعطيك لستة بالأوتيلات كاملة، تمام؟ مش هذا أهم شيء في الموضوع، مش هذا نقطة اهتمامي. نقطة اهتمامي إنه بتيجي بتشوف الفندق هذا الفلاني، تفتحه،
هذا ب 2000 روبيه. بعطيك على كل موقع، على كل موقع قديش سعره. يعني بدل من انك تبحث في موقع واحد، موقع حجز واحد، بتشوف اذا الفندق مثلا ممكن لاجل الصدفه عامل عرض على الموقع الفلاني، هاي عروض تشجيعيه بيعملوها بين الفتره والثانيه، انه يكون الفندق قيمته مثلا 50 دولار عرض ب 20 دولار موقع للتشجيع للعمل الى اخره. انا هاي مفيده جدا. الان جوجل مابس، في عصيره جوجل مابس كنا طرحناها، مش في كل مكان تتبع خطوات جوجل مابس. يعني في مناطق حول العالم جوجل مابس فوتك بحارات بزقات انت ما بتعرف شو فيها، فمن الجيد انه كمان تشيك مسارك، تسال انه هذا المسار سليم او لا من المحليين. يعني ترجمه الفوريه بتحكي له، بتقول له طبعا هذا بالهندي، دقيقه بدي احطه بالعربي، تقول له بالعربي شقلي بالاتجاهات، اريد الذهاب الى نيو دلهي، تمام. الان طلعت ايش بالهندي، انت لا بتحكي هندي ولا عمرك حكيت هندي. مجھے نئی دلی جانا ہے. ها؟ مجھے نئی دلی جانا ہے. معالم لازم تزورها. هذا هو تشاندي تشوك حسب بدي ادخل له. بحاول امشي بين السيارات. تدبر امورك. من هون من هون. تدبر امورك. قطعت الشارع بشكل لطيف. هذا تشاندي تشوك. اها ها هذا سوري، هذا المدخل من هون. انا اخطات هذا المدخل، في مدخل ثاني بس انا عبيط، احيانا بكون عبيط انا يا اخي، بشوف ايش الصورة كاملة. المهم على سريان بايسكل اكسر. ها نو نو بروبلم كان دي سي بايسكل بدي سب دي سب بدي فيتشر هير وال لون كونفكت هير. مش متنكد ولا بدعي انه حظي عاثر لا سمح الله، الحمد لله الامور طيبة، لكن منتجت اول فيديو من فيديوهات نيبال، اني ثلاث فيديوهات وقلت بكمل مونتاج بالقطار طالع من نيو دلهي الى دهرادون بالقطار ست ساعات، قلت بستفيد من الوقت شوي. هلو. اه حلو. جود. نايس تو ميت يو. اوكي. قلت بستفيد من الوقت. عم نعيش صوفان. اوكي. يوتي. جيت من نيبال الى نيو دلهي بالباص. قلت اجي بر لانها قريبه 1100 كيلو كانت المسافه. لكن اكتشفت على الحدود انه الفيزا الاي تي اي الالكترونيه بتفوتش مدخل بري. هي شغله عجيبه اول مره بعرف عنها وبتوقع انه قليل من الناس بيعرفها. حبيت اذكر الموضوع عشان الناس تستفيد منه. الفيزا الاي تي اي ما بتدخلش معبر بري، بتدخلك من المطار فقط. معابر بحريه محدده اللي هي تبعت الكروزات، الكروز شيب. اذا بتكون طالع في رحله كروز بتدخلك الفيزا الاي تي اي بتدخلك على الهند. حط بالخرج. المهم جهزت الفيديو، هذا اول واحد. هذا اكثر واحد غلبني لانه في سفر يومين، يعني سفر يومين كيف جيت من كاثماندو الى نيو دلهي ما قدرش اجي، رجعت من الحد بعد 12 ساعه. رجعت مشيت 12 ساعة ثانيات بالليل بالباصات طبعا، يعني قال على اساس بدي اوثق الطريق، وثقت كل شيء، التجربة حلوة كثير كانت واستمتعت فيها، لكن اللي صار انه ضاعت الفلاش ميموري، الميموري اللي عليها 100 وتقريبا 10 15 جيجا من النوع هذا. كيف ضاع؟ ما بعرفش، وين راح؟ ما بعرفش. نبشت الفندق، طبعا كنت مشيك من الفندق، رجعت على الفندق مشيت مع سلسلة رمي النفايات، يعني كان حتى خطر ببالي حتى نعمل فيديو عن مصير النفايات في نيو دلهي، كيف بتعاملوا معها، لانه موضوع مذهل. كيف النفايات بتروح اول شيء الفرز الاول، بعدين الفرز الثاني، بعدين بيعوها، اللي بيبيعها بفرزها، مواد غذائيه، مواد بلاستيكيه، قصه عويصه. بس حسيت ان الموضوع شوي مقرف، سبع ايام مرهقات، وانتاجيات كانت انتاجي عالي فيهن، صورت مواد حلوه كثير. قارن.
انا اخذت ركشه لحالي بس السايق جشع. اطلع اعتذر معي. رايحاتي وحده للعروس. بيشتروا ثياب ويدنج. ها ويدنج دريس. اي جيت اندرستاند سمثينج ذا. بيشتري ثياب للعروس. فمعجبات اكثر شيء بالاخضر الفيروزي. دوشن راسي فيه. جميل يعني حلو تحتك بالناس بشكل بورا السايق يعني السايق جشع.